السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن كورس جديد من دبلومة الويب ديفلوبمنت بتاعتنا. اتكلمنا اول كورس معانا في الجزء الخاص بدبلومة الويب ديفلوبمنت كان ايه، عن موضوع ال HTML، وتعلمنا من ال HTML ازاي نبني الاستراكشر بتاعت ايه البيج بتاعتي في الويب بيج بتاعتي، ازاي ابني الاستراكشر بتاعي الويب بيج بتاعتي، ازاي اقسم الصفحة بتاعت البلوكات، ازاي اقسمها لتيبلز، ازاي احط فيها صور، ازاي اقسمها اضع فيها باراجرافات، اضع فيها الكلام ده كله. اتعلمنا مع بعض ازاي نعمل الكلام ده كله بايه، باستخدام ال HTML. طيب لو نرجع كده بالذاكرة، احنا قلنا اي ابلكيشن بيمر بايه بمرحلتين اساسيتين عشان ابني. المرحله الاولى اللي انا اعمل ديزاين للابلكيشن بتاعي ده، والمرحله الثانيه اللي انا اعمل شغل البروجرامنج على ايه، على الديزاين ده، طيب الويب ابلكيشن ده ابلكيشن من نوع ويب، برضو بيمر ايه عشان انشئه لازم امر بايه بالمرحلتين اللي هم الديزاين واللي هم ايه المرحله اللي بتخليني اعمل امبلمنتيشن لشغل ايه، لشغل البروجرامنج ده، المرحله اللي بتخليني اعمل ايه امبلمنتيشن لشغل البروجرامنج ده. طيب جميل جدا جدا جدا. طيب احنا خدنا قبل كده ديزاين للويب ابلكيشن محتاجين بعض التولز اتكلمنا عنهم، قلنا ان احنا محتاجين ناخد كورس خاص بال HTML وناخد كورس تاني خاص بال CSS، وممكن نقول ايه ناخد حاجه اسمها جافا سكريبت، وناخد مرحله تانية اللي هي ايه، اللي هي اللايبراري من الجافا سكريبت بتساعدنا برضو في عمليه الديزاين، واللي انا بانتر يعني بتفاعل مع الديزاين بتاعي ده عن طريق لايبراري في الجافا سكريبت اسمها ايه جيكويري، وممكن ايه ناخد حاجه تانية اسمها ايه اجاكس، ممكن ناخد حاجه ايه حاجه اخيره اسمها ايه اجاكس. جميل جدا جدا جدا. احنا اول كورس اخدناه مع بعض كان ايه ال HTML، وزي ما اتعرفنا على بعض ازاي نبني ايه من خلال الكورس ده، اللي احنا ازاي نبني ايه، نبني الاستراكشر بتاعه الصفحه بتاعتنا بايه، باكواد ال HTML. طيب بعد ما بخلص بعمليه بناء الاستراكشر بتاعتي بال HTML، بعد كده ببدا اعمل عليها عمليه ايه، عمليه ستايلنج، ببدا ايه انسقها، ببدا مثلا احطها باج، احط لها باك جراوند، ببدا اعمل لها عمليه مثلا ستايلنج، اقول الجزء ده اعمل له مثلا التاثير الفلاني، الجزء ده اعمل له بعض الالوان والخصائص الفلانيه، الجزء ده في 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 في, في الويب بيج بتاعتي اعمل لها مثلا الستايل الفلاني. اللي مسؤول عن الجزئيه ديت موضوع اسمه ايه، اسمه CSS. CSS ده اختصار لحاجه اسمها كاسكيدنج ستايل ايه شيت، دي من اسمها كده، بتقول لي ان وظيفه السي اس اس بتاعتك اللي انا اعمل ستايلنج لايه، للصفحه بتاعتي، ان انا اعمل ستايلنج للشيت بتاعي، ان انا اعمل ستايلنج ايه للدوكيومنت بتاعي. جميل جدا جدا جدا. اللي انا اصلا كنت بنيه بايه، بال HTML. عشان كده في ريكويرمنتس مهمة جدا 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 لازم تدرسها قبل ما تدرس ايه ال CSS، وهو انك تكون عارف ايه HTML، يبقى احنا ليه بدأنا بال HTML، عشان كل HTML ده البداية اللي بتخليني ابني الاستراكشر او هيكلة ايه الويب سايت بتاعي، وبعد كده ببدا اعمل له عمليه ستايلنج، الويب سايت بتاعي ده عن طريق ايه، عن طريق السي اس اس. وكمان من ميزات كورس السي اس اس ده بيبدا يعالج لي الحاجات اللي كانت بتعمل لي ايه بيج بروبلم، زي ايه، زي مثلا على سبيل المثال اما انا يكون عندي في الاستراكشر بتاعت الصفحه بتاعتي اكتر من باراجراف، ليهم نفس ايه التنسيق، فكنت عشان ادي لهم مثلا كلهم فونت معين، فكنت لازم اروح على كل اتريبيوت مثلا واجي اقول له ايه، اقول له مثلا في الباراجراف ده الفونت بتاعك، الفونت سايز بتاعك مثلا ودي له ايه، ودي له رقم معين. لو انا عندي في الويب سايت باراجراف تاني ليه نفس الخصائص، كنت اروح اكرر فيه ايه نفس القصه وايه، واروح مدي له ايه، ادي له نفس الاتريبيوت ده في ايه، في نفس الصفحة اللي انا عليها. لا، السي اس اس وفر لك الحتة ديت، ودي هنشوفها مع بعض ان شاء الله رب العالمين، هتوضح لنا لما نبدأ في الدروس الفعلية للسي اس اس. وفر لي ايه، عملية اللي انا اعمل اكتر من 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 استا اكتر اعمل اكتر من ايه من او اعمل عملية تكرير لايه،
تكرير لحاجه ليها نفس الستايل، اعمل تكرير لعمليه لحاجه ليها نفس ايه الستايل. فبدا يعالج لي المشكله ديت وقال لي ايه، وقال لي ان انت ممكن الاليمنت اللي عندك او او التاج اللي عندك اللي ليه اللي انت عاوز تديها او اللي ليها نفس الخصائص بتاعتك او اللي ليها نفس الخصائص بتاعتك ممكن كلهم تعرفهم في سي اس اس ايه مره واحده، وتقول لهم ايه ان كل الباراجرافات بتاعتي اللي موجوده في الصفحه اديها مثلا فونت سايز وليكن ايه وليكن 12 ايه بيكسل، اديهم ايه فونت سايز وليكن ايه 12 بيكسل. انا بس حبيت يعني اقول لكم احنا نبدا في الكورس الجديد بتاعنا اللي هو السي اس اس، خدنا انترودكشن على السي اس اس حتى في نهايه الكورس الخاص بالاتش تي ام ال اللي هو خدنا فيه الموضوع الخاص بال HTML layout، كان الدرس 16 خدنا introduction عن ايه عن ايه CSS بسيطة، والنهاردة كملنا موضوع ال introduction وهنبدأ ان شاء الله رب العالمين من الدرس القادم ايه ازاي نكتب ايه نكتب كود CSS بتاعنا وطرق كتابة اكواد ايه CSS. ولهنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.